النهارده ايضا بتحل ذكرى رحيل عميد المسرح العربي يوسف وهبي، واحد من عمالقه الجيل الذهبي اللي اشتغل في الفن بكل مجالاته، تمثيل، تاليف، انتاج واخراج مسرحي وسينمائي. هي عمل كل حاجه، عاش حياته كلها عاشق للفن حتى اخر لحظات حياته. النهارده في ذكرى رحيل المبدع يوسف بيك وهبي، خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. في مثل هذا اليوم رحل الفنان يوسف وهبي، أحد عمالقة الجيل الذهبي وعميد المسرح العربي، الذي قدم العديد من الأعمال التي ظلت محفورة في ذاكرة السينما المصرية والعربية لما تحمله من إبداع كبير وفريد لم يتكرر حتى اليوم. إنني أسير مغمض العينين وقد أنار قلبي خالقي، جاءت للوعظ والإرشاد، فمن أطاعني فقد أطاع الله. أعطى يوسف وهبي للفن الكثير من الأعمال في كل مجالاته، تمثيل وتأليف وإنتاج وإخراج مسرحي وسينمائي، وقضى عمره عاشقاً للفن حتى آخر لحظات حياته. مالك اضحك اضحك تضحك يا أخي، الدنيا دنيا جت هنيلة، دنيا طعم ومليانة مرار. ولد الفنان يوسف وهبي في 14 من يوليو عام 1898 في مدينة الفيوم على شاطئ بحر يوسف، فسماه والده عبد الله باشا وهبي الذي كان يعمل مفتش ري بالفيوم يوسف، وذلك تيمناً باسم سيدنا يوسف الصديق، وكان ينتمي لعائلة من أعيان الفيوم لا زالت آثارها بالمحافظة حتى الآن، ومنها مسجد عبد الله باك أحد أكبر المساجد بالفيوم. ماجستير في الرأس، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، عفارم عليك. وبتشتغل إيه بقى يا سيلوسي؟ ولا حاجة، بابي هو اللي بيشتغل وأنا اللي بصرف. يا تيتو يا تيتو، انت صعبان علي قوي، الله يكون في عونك. شربات يا اونكل شربات. بعد يا ناس يتحسب علينا راجل. دفعه عشق الفن للهروب من أهله والسفر في سن المراهقة إلى إيطاليا مع صديقه محمد كريم الذي أراد هو الآخر دراسة الإخراج، فاتفقا على مغادرة القاهرة ليحققا أحلامهما. اضطر للعمل في مهن توفر له قوت يومه في إيطاليا، فعمل جارسون ثم فراشا في المسرح الذي كان يعمل فيه الممثل الإيطالي كيانتوني، فتتلمذ على يده وعرف تقاليد المسرح ونقلها إلى مصر عندما عاد إليها عام 1921 بعد وفاة والده. بدأ يوسف وهبي حياته المسرحية بالتمثيل في فرقتي حسن فايق وعزيز عيد، ثم استخدم الأموال التي ورثها عن والده في تأسيس فرقة رمسيس التي قدمت ما يقرب من 300 مسرحية، منها كرسي الاعتراف، راسبوتين، المائدة الخضراء، بنات الشوارع، أولاد الفقراء، وهارون الرشيد. أهلا، ازيك يا فتحي؟ الله يسلمك يا عم مرسي. ده أنا فوت النهاردة على الشركة، كنت هطلع لك وبعدين خفت لحسن عطلك. فعلا النهاردة أنا كنت مشغول قوي. تصوري يا فهيمة إن المدير بيزعل من الزوار. لكن ده سفتح عريس بنتك، يجي لك وقت ما يعجبه. سفتح طبعا. ترك الفنان يوسف وهبي لجمهوره أعمالا عظيمة في مجال السينما، أبرزها السلخانة واسكندرية لي والبؤساء وحكايتي مع الزمان والبحث عن فضيحة، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال الفنية العظيمة.